والنهارده تم تنفيذ الاعدام داخل سجن جمصة، وحاليا جثة محمد عادل موجودة داخل مشرحة مستشفى المنصورة الدولي في انتظار وصول أسرته لاستلامه تاني خوفا على المجتمع. وتم أول حاجة طبعا إعدام محمد، القضاء بإعدام محمد عادل، والنهاردة تم بالفعل إعدامه. تم القصاص العادل لحق نيرة أشرف، النهاردة حق نيرة أشرف جه، محمد عادل تم إعدامه داخل السجن ونقل جثته لمشرحة المستشفى في انتظار وصول أسرته لاستلامه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته محترمين اليوتيوبين. كان من ساعات تم تنفيذ حكم الإعدام في القاتل لنيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة محمد عادل. يمكن التكهنات اللي ظهرت على السوشيال ميديا ما أنزل الله بها من سلطان، والقضاء بما يكون ليه طريق معين. القضاء ملوش دعوة بالرأي العام ولا ليه دعوة بتكهنات المحامين. إن مذكرة النقض اتقدمت وتقدم فيها دفوع أو أسباب تؤدي إلى براءة محمد عادل، فبيتم النظر في مذكرة النقض اللي بتتقدم ليه محكمة القضاء اللي ده. لكن ما يصار على السوشيال ميديا بقى من أبو شنب ومن كشافات ومن بنورات والقصص دي كلها، والمحامين اللي بيبتغوا الشهرة وبيحاولوا إن هم يزيفوا العقول للمصلحة الشخصية في المقدمة وفي المؤخرة. لكن القضاء حكم عادل، القضاء المصري الشامخ نفذ حكم الإعدام في محمد عادل صباح اليوم النهاردة الأربع، وهنعرض لحضراتكم يمكن إيه كواليس التسليم الجثمان لمحمد عادل تم تنفيذ الحكم فيه في سجن جمصة العمومي. يعني الناس كانت بتقول إن هو اتنقل ل 6 أكتوبر للعاشر للوادي لقصص كتير قوي لأونه وادي النطرون، لكن محمد عادل تم تنفيذ الحكم النهارده الأربع في سجن جمصة العمومي في محبسه وسط طبعا تجديدات امنيه. وتم نقل الجثمان بعد فجر اليوم لمستشفى المنصوره الدولي، وحاليا يعني تم ابلاغ زويه ووالدته واخواته، ربنا يصبرهم يا رب العالمين، ولا شماته في الموت ولا شماته في المرض. لكن احنا بننقل لحضراتكم التفاصيل، والفيديو اللي هننقله لحضراتكم دلوقتي التفاصيل والاجواء امام بوابه مستشفى المنصورة الدولي بعد ما تم تسليم الجثمان من قبل الجهات المعنية سجن جمصة لمستشفى المنصورة. وهنتابع مع حضراتكم خطوة بخطوة قضية شغلت السوشيال ميديا، قضية شغلت القاسي والداني، قضية وجعت القلوب لما يتخطى معايير العادات والتقاليد والمجتمعات اللي احنا اتربينا عليها محمد عادل. جراء ان في بنت ابتزته ده صدق القول، فما ينفعش ان احنا يعني يكون كل فعل ليه رد فعل مساوي له في المقدار. لكن محمد عادل اعترى العادات والتقاليد وحب ان هو ينفذ انتقامه من بنت لها ما لها وعليها ما عليها. احنا مش هنقول نيرة حلوة او وحشة، لانها دلوقتي في دار الحق واحنا عايشين في دار الباطل، فهي في كنف ربنا سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم. لكن لو كل واحد بقى اتظلم، كل واحد ابتز، وكل واحد اخذ حقه بايديه، فخلاص احنا كده هنعيش في غابة. فيلا بينا نشوف الكواليس اللي مش هنقول بقى ان دارت من ايام، لا ده كواليس من ساعات بالظبط، علشان نكون على قدم الوساط في اي خبر او في اي قضية بنقدم محتواها او بنتضامن معها. رحم الله كل ميت. واكيد برضو احنا بنأكد لحضراتكم مش كون ان احنا بنشر الفيديوهات ان احنا شمتانين في موت حد، لان مفيش شماتة في الموت ولا في المرض، وربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على الاسباب وهو المطلع على القلوب. يلا بينا نشوف ايه اللي جرى وايه اللي بيتم حاليا امام مستشفى المنصورة الدولي. حل لحد الجامعة وعلى بواب جامعة المنصورة حصل مشادة بينهم، سدد لها طعنات مختلفة، ولما سقطت على الأرض نحرها من رقبتها في مشهد طبعا كلنا شفناه. كان طلبة جامعة المنصورة وكاميرات المراقبة المحيطة بالمكان كلها رصدت الواقعة بالكامل، وتم بثها وقتها على كل مواقع التواصل. كانت جريمة بشعة ومشهد بشع شهدته مدينة المنصورة وأثار الرأي العام، وفعد يعني في محاكمة عاجلة وناجزة قضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي. وبعد أسبوع قضت في، وتحديدا في شهر يوليو 6 يوليو،
قضت المحكمة بموافقة مفتي الجمهورية على إعدام محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف، وتم النهاردة تنفيذ حكم الإعدام ونقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي. طبعا برضو خلال الفترة اللي فاتت محاميين محمد عادل حاولوا انهم يفلتوا برقبته من حبل المشنقة ورفعوا عدة قضايا، منها الفصل الثاني كان امام محكمة النقض والمحكمة رفضت الطعن او قبلته شكلا ورفضته موضوعا وايدت حكم الإعدام. كمان رفعوا دعوى اخرى امام مجلس الدولة علشان يتم إحالة المتهم للطب النفسي وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده. ويوم السبت اللي فات قضت المحكمة بعدم الاختصاص وأيدت أيضا الحكم الصادر بإعدام محمد عادل. وبالفعل النهاردة الأربعاء تم تنفيذ الحكم وتم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، وحاليا جثته موجوده داخل مستشفى المنصوره الدولي. اسرته مش موجوده، الجثه بمفردها داخل ثلاجه المستشفى في انتظار وصول المتخصص او اللي هيكون بتكفين وتغسيل الجثمان، وبعدها هيتم تسليمه لزويه لدفنه في مسقط راسه بالغربيه. يعني قضية نيرة أشرف كانت أثارت تعاطف عدد كبير من المواطنين، يعني تقريبا كانت أول قضية بيتم فيها تنظيم وقفات أمام المحكمة للمطالبة بإعدام القاتل إعدام محمد عادل والقصاص للطالبة نيرة أشرف. وبالفعل القضاء المصري في محاكمة عاجلة وناجزة قضى بإعدامه بعد موافقة مفتي الجمهورية. والنهاردة بعد مرور سنة على الواقعة محمد عادل تم إعدامه صباح اليوم في سجن جمصة، وحاليا جثته موجودة داخل مشرحة مستشفى المنصورة الدولي. النهاردة تم القصاص لحق نيرة أشرف في الجريمة البشعة واللي تعرضت لواقعة بشعة بعد ما تم نحرها أمام بوابة جامعة المنصورة وكانت متوجهة لأداء امتحاناتها. كل الناس كانت بتسأل الفترة اللي فاتت عن أسباب عدم إعدام محمد عادل، لكن زي ما قلت لحضراتكم إن المحاميين وفريق الدفاع عنه كان بيحاول عدة محاولات لإيقاف حكم الإعدام وتخفيفه للسجن، لكن القضاء المصري قال كلمته. والنهاردة تم تنفيذ الإعدام داخل سجن جمصة، وحاليا جثة محمد عادل موجودة داخل مشرحة مستشفى المنصورة الدولي في انتظار وصول أسرته لاستلامه ودفنه في مسقط رأسه. يعني واقعة وجريمة بشعة جدا كانت في محافظة الدقهلية، والحقيقة أنها فتحت الباب لسلسلة جرائم متتالية بنفس الفكرة، بنت ترفض ولد فيقتلها، لكن القضاء المصري قضى ونجز في الحكم في القضايا اللي زي دي منعا لتكرارها تاني خوفا على المجتمع. وتم أول حاجة طبعا إعدام محمد، القضاء بإعدام محمد عادل، والنهاردة تم بالفعل إعدامه. حاليا جثته موجودة داخل مشرحة مستشفى المنصورة الدولي. يعني النهاردة تم القصاص العادل لحق نيرة أشرف، النهاردة حق نيرة أشرف جه، محمد عادل تم إعدامه داخل السجن ونقل جثته لمشرحة المستشفى في انتظار وصول أسرته لاستلامه. يعني واقعة مؤلمة جدا، ألمت كل الناس اللي تابعوها واللي شافوا الفيديوهات، فيديوهاتها كانت صعبة جدا، إن طالبة أو بنت بيتم نحرها بدم بارد وبدون مشاعر ولا إنسانية من المتهم علشان رفضت إنها ترتبط بيه، فقرر إنه ينتقم منها ويتتبعها وهي رايحة الامتحان للجامعة، وعلى بوابة جامعة المنصورة بتحديدا بوابة تشكى قام بنحرها وتسديد عدة طعنات متفرقة في جسدها. وطبعا لفظت أنفاسها الأخيرة على الفور،
وهو تم القبض عليه يعني كمان حتى وهو كان بيضرب نيرة أشرف. كان مجموعة من المواطنين اللي موجودين ومنهم فرد أمن بجامعة المنصورة حاولوا أنهم يبعدوه ويشيلوا السكينة من إيده وهددهم وكمان أصاب ناس منهم لحد ما في الآخر تم فعلا القبض عليه وتم طبعا إحالته المحكمة الجنائية والمحكمة الجنائية قضت بإعدامه. النقض رفض الطعن اللي تقدم به، كمان مجلس الدولة رفض في جلسة يوم السبت اللي فات أو أقرر في جلسة السبت اللي فات عدم اختصاصه في الدعوة المرفوعة من محامي محمد عادل إن يتم إحالته للطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإيقاف حكم إعدامه، لكن المحكمة قضت بعدم الاختصاص. النهاردة الأربعاء محمد عادل تم إعدامه داخل سجن جمصة وحاليا جثته موجودة داخل مستشفى المنصورة الدولي. الحادثة كانت في شهر يونيو 2022، النهاردة احنا في شهر يونيو 2023 بعد سنة كاملة على الواقعة تم إعدام محمد عادل وتم القصاص لنيرة أشرف زي ما الناس كلها كانت بتطالب. القصاص من محمد عادل والقصاص لقاتل نيرة أشرف، النهاردة تم القصاص من قاتل نيرة أشرف وتم إعدامه وتنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده، والجثة موجودة داخل مشرحة مستشفى المنصورة الدولي. أسرته مش موجودة، الجثة بمفردها داخل ثلاجة المستشفى. زي ما شايفين طبعا في هنا حوالين المشرحة هدوء تام، لكن في تعزيزات أمنية جوه المشرحة وتم قفل الباب ومنع دخول أي شخص. لكن حول المكان هنا زي ما شايفين مع حضراتكم هدوء تام أمام المشرحة، وفي داخل المشرحة في تعزيزات أمنية من قوات الأمن طبعا اللي كانت مصاحبة للجثمان أثناء نقله من سجن جمصة للمشرحة. النهاردة صباحا تم إعدام محمد عادل، النهاردة صباحا تم القصاص لنيرة أشرف وتم القصاص من قاتل نيرة أشرف محمد عادل. القضية الصعبة جدا اللي احنا كلنا تابعناها مع حضراتكم وكل الناس كان ليها طلب واحد وهو إعدام محمد عادل، وكانوا طول الفترة اللي فاتت بيسألوا ليه الحكم ما تنفذ. بس زي ما قلت لحضراتكم كان في محاولات من دفاع محمد عادل انهم يفلتوا برقبته من حبل المشنقة ويتم تخفيف الحكم، لكن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في آخر فصول القضية بعدم الاختصاص وتأيدت وتم تأييد حكم الإعدام. ده كان آخر فصل ليصدى الاستطار على قضية محمد عادل ونيرة أشرف ويتم القصاص لحق نيرة أشرف النهاردة. يعني ده تقريبا كان حكم كل الناس مستنياه، كل الناس كانت يعني بتطالب بيه بإعدام محمد عادل، وبالفعل النهاردة تم إعدام محمد عادل ونقل جثته لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي. أسرية ما قلت لحضراتكم أسرته مش موجودة، الجثمان بمفرده داخل ثلاجة المشرحة. لسه أيضا حتى الآن لم يتم يعني عمل أي حاجة للجثمان، الجثمان زي ما هو زي ما وصل لحد الآن لسه موجود داخل المستشفى، ما تمش تغسيله ولا تكفينه حتى الآن. النهارده بعد مرور سنه على الواقعه تم القصاص. في يونيو 2022 وقعت الجريمه البشعه بقتل وذبح ونحر نيرة أشرف امام جامعه المنصوره، النهارده في يونيو 2023 تم القصاص من القاتل وتم اعدامه داخل سجن جمصه، وحاليا الجثه موجوده داخل مشرحه المستشفى.
انتظار وصول أسرته لاستلامه. لكن هنا أمام المشرحة زي ما حضراتكم شايفين يعني الوضع هادئ تماما، مفيش أي حد موجود أمام المشرحة، لكن جوه المشرحة في طبعا تعزيزات أمنية اللي كانت مصاحبة للجثمان من السجن للمشرحة. زي ما قلت لحضراتكم سنة مرت على الواقع، سنة مرت على الواقع حصل فيها أحداث كتير جدا، بداية من وقعة القتل نفسها في شهر يونيو 2022 لإحالته على الفور بعد أيام معدودة لمحكمة الجنايات اللي قضت بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي. وفي شهر يوليو تحديدا 6 يوليو 2022 قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل بعد ورود رأي مفتي الجمهورية لاتهامه بإعدام زميلته نيرة أشرف. كمان رفضت محكمة النقد في فبراير الماضي الطعن المقدم من المتهم وقضت بتأييد حكم إعدامه. فأمر إحالة محمد عادل لمحكمة الجنايات النيابة العامة وجهت ليه اتهاما بقتل المجني عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتها النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وحاول أكثر من مرة إرغامها على ذلك. يعني محمد عادل قتل نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد زي ما جه أو ذكر قرار الإحالة. والنهاردة بعد سنة كاملة من الواقعة تم تنفيذ حكم الإعدام داخل سجن جمصة ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي. الجثمان موجود دلوقتي داخل المستشفى، أسرته مش موجودة، ما حضرتش لحد دلوقتي. كمان الجثمان زي ما تم استلامه منذ الصباح لسه ما فيش اي اجراءات بدأت معاه او تم اتخاذها من مسؤولي المشرحة في التكفين او الغسل، لسه لحد الان الجثمان كما هو. ده الوضع دلوقتي امام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، هدوء امام المشرحة زي ما حضراتكم شايفين وتعزيزات امنية داخل المشرحة. يعني قضية نيرة أشرف كانت من القضايا الغريبة اللي تفاجئ بيها الناس كلها، إن طالبة بنت تتذبح على مرأة ومسمع من الناس في الشارع بدم بارد وبدون إنسانية من زميلها علشان رفضت إنها ترتبط بيه. طبعا كانت فجعة كبيرة جدا لكل الناس جدا من المواطنين، اذا ما كانش كل الناس كانوا بيطالبوا مطلب واحد وهو القصاص من قاتل نيرة اشرف والقصاص لحق نيرة اشرف. وبعد سنة على الواقع تم لسه مستمرين مع حضراتكم مشاهدي القاهرة 24 من امام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، بنتابع معاكم
وصول جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف لمشرحة المستشفى بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده داخل سجن جمصة. الجثمان موجود دلوقتي داخل المشرحة، أسرته مش موجودة وفي انتظار وصولها لاستكمال الإجراءات واستلامهم للجثمان لدفنه. زي ما قلت لحضراتكم ان في تعزيزات امنيه داخل المشرحه طبعا من القوه اللي كانت مصاحبه للجثمان من السجن لحد المشرحه، لكن امام المشرحه زي ما شايفين مع حضراتكم الوضع طبيعي جدا والدنيا هاديه، مفيش اي حد من اسره محمد عادل موجود امام المشرحه. النهاردة تم القصاص من قاتل نيرة أشرف، النهاردة تم تنفيذ القرار أو الحكم اللي كل الناس كانت بتنتظره، كل الناس كانت بتطالب به، الإعدام لمحمد عادل. النهاردة بالفعل تم إعدام محمد عادل وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال الإجراءات وتسليمها لأسرته. الحقيقة ان كل جلسات محاكمة محمد عادل كان بيبقى موجود عدد كبير جدا من المواطنين امام المحكمة، كلهم متضامنين مع نيرة اشرف ما يعرفوهاش، لكن احنا مستمرين معاكم مشاهدي القاهرة 24 من امام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وبنتابع معاكم وصول جثمان محمد عادل قاتل نيرة اشرف للمشرحة استعدادا لتغسيله وتكفينه وتسليمه لاسرته. حتى الان اسرة محمد عادل مش موجودة، الجثمان موجود داخل ثلاجة المشرحة وما تمش البدء في الاجراءات حتى الان. الحكم تم تنفيذه صباح اليوم داخل سجن جمصة، وتم نقل الجثمان للمشرحة بعد سنة كاملة. يونيو 2022 وقعت جريمة القتل البشعة اللي كلنا تابعناها مع حضراتكم. النهاردة يونيو 2023 بيتم إعدام محمد عادل وتنفيذ الحكم اللي كل الناس كانت بتنتظره وكل الناس كانت بتطالب به، كل الناس طلبت بالقصاص من قاتل نيرة أشرف. القصاص من قاتل نيرة أشرف كان المطلب الجماعي لعدد كبير من المواطنين بسبب بشاعة الجرم اللي ارتكبه المتهم. Thank you.
زي ما بنتابع معاكم مشاهدينا من امام مشرحه مستشفى المنصوره الدولي، واعدام محمد عادل قاتل نيره اشرف في داخل سجن جمصه، وتحويل الجثمان للمشرحه في انتظار وصول زي ما تابعنا معاكم مشاهدينا من امام مشرحه مستشفى المنصوره الدولي وصول جثمان محمد عادل قاتل نيره اشرف واللي تم اعدامه صباح اليوم داخل سجن جمصه، وتحويل الجثمان لمشرحه المستشفى استعدادا لتسليمه لزويه. كنت معاكم مشاهدينا من امام مشرحه مستشفى المنصوره الدولي، رصدت لكم كل تفاصيل الواقعة ووصول جثمان محمد عادل لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.